في خضم التحليلات حول زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران والحديث عن نتائج قمة طهران، يبدو أن هذه الزيارة تحمل في أعماقها أبعاداً عسكرية وسياسية كبيرة، خصوصاً بعد الحديث عن حاجة روسيا لطائرات بدون طيار من إيران. فهل تساعد إيران روسيا عسكرياً؟ وفي التفاصيل، كشف البيت الأبيض أن روسيا تسعى إلى الحصول على مئات من مسيرات المراقبة الإيرانية المسلحة وغير المسلحة من أجل استعمالها في حرب أوكرانيا، وهذا ما يعكس حاجة موسكو إلى سد فجوة حرجة في ساحة المعركة والعثور على موارد طويل الأجل لتكنولوجيا قتالية حاسمة، كما يقول محللون أمريكيون استخباراتيون وعسكريون ومستقلون بحسب أساس ميديا. إذ أن مستشار الأمن القومي في إدارة رئيس بايدن جيك سوليفان قدم تفاصيل قليلة حول التقييم الاستخباراتي الذي كشفه للصحفيين، بما في ذلك ما إذا كانت إيران بدأت بشحن المسيرات إلى موسكو، لكن مسؤولين أمريكيين آخرين قالوا أن إيران تستعد لتوفير ما يصل إلى 300 طائرة مسيرة وستبدأ بتدريب القوات الروسية على كيفية استعمالها في وقت مبكر من هذا الشهر بحسب المصدر السابق. ويؤكد اتفاق روسيا مع إيران الأهمية المتزايدة للطائرات بدون طيار في الحرب الحديثة، ليس فقط خلال التمردات العسكرية أو عمليات مكافحة المنظمات غير الشرعية، بل أيضاً في النزاعات التقليدية الطراز، حيث تقوم الطائرات بدون طيار بدور محوري في ساحة معركة غير حاسمة مثل أوكرانيا، حيث يكون قصف المدفعية المتبادل هو العامل الفاصل في فشل الهجوم أو نجاحه. وكان قد أشار سوليفان في بيان أصدره البيت الأبيض إلى أن وفداً روسياً زار مطاراً في وسط إيران مرتين على الأقل في الأسابيع الخمسة الماضية، في الثامن من حزيران والخامس من تموز، لفحص الطائرات بدون طيار التي يمكن تسليحها، حيث استعرض الروس طائرات شاهد 191 وشاهد 129 وفقاً لصور الأقمار الصناعية التي زودها البيت الأبيض لصحيفة نيويورك تايمز. فرغم أنه كان لروسيا ترسانتها الهائلة من الطائرات بدون طيار التي دخلت الحرب، لكن احتمال تسليم مئات الطائرات الإيرانية من دون طيار المسلحة وغير المسلحة لموسكو سيساعد الكرملين على تجديد أسطوله الذي تكبد خسائر فادحة خلال الحملة التي استمرت حتى الآن قرابة 5 أشهر. وفي السياق، امتنعت روسيا وإيران عن الرد منذ إفشاء سوليفان لهذه المعلومات، فقد رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري باسكوف التصريح بما إذا كان لدى موسكو أي خطط لشراء طائرات إيرانية بدون طيار، لافتاً إلى أن بوتين لم يكن يخطط لمناقشة القضية خلال زيارته المقررة لطهران هذا الأسبوع.